لكن في تفاصيل فنية، وانتوا عارفين دايما من خلال برنامج الترند بنروح اكتر للسوشيال ميديا، لان السوشيال ميديا بتهتم بقى بلغة الارقام والتحليل والسكاوتينج، واحنا دايما معاكم كده بعد كل مباراة بنشوف السوشيال ميديا والارقام والتحليل الرقمي ممكن يكون ازاي مع الاهلي في الفترة الحالية. لذلك معايا على التليفون الكابتن ايمن محمد محلل الاداء عشان نسمع منه رؤيته والارقام اللي يكون يعني رصدها بخصوص مباراة الامس للاهلي مع طلائع الجيش. استاذ ايمن مساء الفل. مساء الفل يا محمد، تحياتي ليك وتحيات كل مشاهدي قناة الاهلي. تحياتي لكل السادة المشاهدين واهلا بيك. ما رصدته بالامس من مباراة الاهلي وطلائع الجيش واللغة الرقمية والتحليل الاداء الخاص بلعيبة الاهلي سواء في مباراة امس او حتى لو عندك ارقام على المباريات السابقة قبل مواجهة سيراميكا في ختام الدوري او ختام المباراة المؤجلة للاهلي في الدوري يوم الاثنين. طيب خلينا نتكلم على سمعك وانت بتتكلم دلوقتي على فكرة الروتيشن. خلينا نقول ان الروتيشن سبب نجاح الروتيشن، سبب نجاح مارسيل كولر في تطبيق الروتيشن ان بقى عندك سيستم لعب واضح. بمعنى ايه؟ بمعنى ان اللعيبه في كل العالم انت محتاج سيستم تشتغل عليه في الثلاث مراحل او في الثلاث مناطق بتوع الملعب، سواء في الدفاع او في الوسط او في الهجوم. وبمجرد ما انت بتبقى موضح السيستم بشكل كبير وفي واجبات وتكليفات واضحه بشكل كبير ونسبه الابداع موجوده بس بتخدم المجموعه وبتخدم الخطه وبتخدم التكتيك اللي انت استخدمته، بيبقى سهل جدا ان اي حد يدخل هو عارف هو مطلوب منه ايه، لانه شاف قدامه المنافس او شاف قدامه زميله لما كان بيلعب في ارض الملعب بيتحرك ازاي وايه المطلوب منه والتعليمات بتتكرر. ولما انت بتكرر اسلوب مره واثنين وثلاثه وبتنزل البدله مره واثنين وثلاثه حتى في الماتش العادي او في الماتشات اللي قبل كده، فاللعيبه بتاخد نفس السيستم بتاع الناس الاساسيين، فبيبقى سهل جدا 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 انك انت تطبق الروتيشن. فسبب نجاح الروتيشن هو سبب تكتيكي قبل ما يكون سبب بدني او سبب فني. السبب التكتيكي ان المدرب حاطط سيستم لعب واضح ما بيتغيرش، طبعا في فروقات فرديه ما بين فلان وفلان وما بين لاعب وما بين لاعب، لكن السيستم في الاخر أكيد. انت بتدخل جوه العجله بتاعت الـ 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 الخط الوسط او ادوار الاجنحه، فبيبقى كل واحد دوره معروف سواء في الاظهره او سواء في خط الوسط او في خط الهجوم. عايز اقول لك بقى على حاجه، يعني انا مش متخصص قوي في لغه الارقام زي ما انت عارف، انا متخصص اكتر في تحليل الاداء التكتيكي. انا عايز اقول لك على حاجه وانا قلتها من اسبوعين، بسط في اخر ثلاث دقائق لعبهم محمد مجدي قفشه في ماتش احد الماتشات، الماتش اللي قبل اللي فات، فتحديدا في ماتش الترجي في افريقيا، وقلت ان محمد مجدي قفشه هيكون ورقه الاهلي الرابحه او احد اوراق الاهلي الرابحه في مباراه الوداد. وعايز اقول لك نستبق الاحداث، لو انت عايز نعمل سبق للاحداث او تحليل سريع للنقطه ديت اقول لك ليه. لان الوداد، وبشكر طبعا فريق طلائع الجيش وبشكر الماتش اللي قبليه ماتش انبي وكمان ماتش سيراميكا اللي هيبقى بنفس السيستم، لان ده هيبقى تدريب او ثلاث تدريبات عمليه لمواجهه الوداد في مباراه القاهره، لان الوداد هيلعب بنفس السيستم اللي لعب بيه الثلاث فرق ديت ونفس الافكار بتاعته اللي طبقها قدام صن داونز، اللي هو هيسد لك الكوره خالص وهيبقى عندك ظهرين جنب او ظهرين قلبين الدفاع هم اللي بيمتلكوا الكوره والباقي كله متراقب وبيحاول ان هو يلعب في الميديم بلوك. طيب أكيد. انت لما بتيجي تلعب طبيعه اللعيبه اللي موجوده في المساحات الضيقه دي جدا، انت محتاج لاعب تكون الحركيه بتاعته اسرع، يكون الاستلام بالدوران اسرع، تكون رؤيته اسرع. كانت الناس بتنتقد محمد مجدي قفشه وكان عندهم حق، لان هو كان مقصر في حق نفسه في وقت من الاوقات، لكن اسرع من اسرع اللعيبه اللي بتخرج الكوره من رجليها دلوقتي سواء في الماتش الترجي او في الماتش اللي فات ماتش انبي لما نزل او حتى في الماتش امبارح كان محمد مجدي قفشه. محمد مجدي قفشه رؤيته عاليه جدا، الباص بتاعه كويس جدا، كانت بتنقصه حته التسرع او فكره انك انت تبقى سريع في القرار، انك انت تبقى تسرع القرار بتاعك. فمجدي او قفشه هيبقى مهم جدا في مباراه الوداد، لان المساحات الضيقه ديت هتبقى محتاجه حركيه واستلام بالدوران اسرع وتصرف اسرع، بالاضافه ان هو كمان عنده ميزه التسديد. انت خلي بالك لعب قفشه امبارح في مركز 8 وانسجامه في خطه 4 3 3 حتى في الماتشات اللي فاتت لما كولر كان بينزله كبديل، هو ما بيقلبش الطريقه، هو خلاص مثبت 4 3 3، فهو هيكون كمان تصير كويس جدا جدا سواء لكهرباء سواء لشريف في مباراه الوداد. فانت بتكتسب عنصر اضافي، يعني انت عندك عناصر مختلفه، انت عندك تمانيات لكن كل تمانيه منهم ليه عنصر او ليه قدرات مختلفه تماما عن
التاني، وتقدر من خلال المباراه ومن خلال المنافس ومن خلال توزيعك ومن خلال فكرتك ازاي انت هتواجه المنافس انك انت تستفيد بكل الاوراق الرابحه. فانا شايف ان قفشه احد اهم المكاسب اللي حصلت ما بين مباراتين، ما بين مباراه الترجي ومباراه الوداد القادمه ان شاء الله. طيب دي جزئيه. الجزئيه الثانيه، لما كولر ريح لعيبه واشرك لعيبه ثانيه، يعني ادى مساحه مشاركه اكتر لعبد القادر وطاهر وقفشه، امبارح نفس الفكره، ريح تاو، شارك برونو سافيو. معدل الراحات اللي ممكن يديها كولر للعيبه، انت كمحلل اداء شايف الراحات دي ما بين كل مباراه والتانيه، يعني اللي ريح المباراه الاولى امام انبي كان موجود امبارح، واللي ريح مباراه امبارح اكيد هيبقى مش موجود، اكيد هيبقى موجود المباراه اللي جايه، فحتى مده الراحه اكيد يا محمد انت ايمن شايفها اكيد، يعني ايه مش المساحات الكبيره، مش هريحك في الثلاث ماتشات، لا كل مباراه هيبقى فيه راحه لعناصر وعناصر الثانيه لا. طبيعي جدا. وكمان نقول حاجه للساده المشاهدين، ان كمان الناس لو اخذت بالها ان بعد الماتش بيحصل تمرين للمجموعه اللي ما شاركتش. ليه؟ لان بتحاول توصل بالمستوى البدني لكل اللعيبه. طبعا هيبقى التمرين غير ماتش او حمل أكيد. غير الحمل التدريبي بتاع الماتش، لان الحمل التدريبي بتاع الماتش في علم التدريب هو اعلى حمل، بس انت بتحاول تقرب المسافات. حاجه كمان نقطه مهمه جدا، انت الماتشات او في ماتش انبي انت بدات التغييرات في الدقيقه 60 ونزلت ثلاث تغييرات مره واحده، وده نفس اللي حصل امبارح. فانت بتحاول تخلي اللعيبه تلعب ستينات، يعني 60 دقيقه زي ما احنا بنقول بلغه الكوره او في لغه التدريب او لغه التحليل، انت بتلعب ستينات 45 دقيقه، بيبقى في عناصر معينه بتلعب 60 دقيقه وبتكمل الماتش اللي بعديه 30 دقيقه. ايمن ده يخليني اسالك سؤال، فضل. هي فكره ارتباط التغيير الاول بالدقيقه 60 بغض النظر عن الامور التكتيكيه وطريقه اللعب، او انت عايز تغير كناحيه تكتيكيه داخل الملعب، بس ده ليه علاقه كتحليل اداء بمعدلات اللعيبه نفسها بدنيا، الكل يبقى قريب من بعضه، عشان كده انت كمدرب بتبقى حريص ان التغيير الاولاني يكون متساوي مع كل الفرق مع كل المباريات يعني، ولا طبعا طبعا انت بالذات في الماتشات المتقاربه، في الماتشات المتقاربه احنا دايما بنيجي نعمل ايه في الملعب في الماتشات الوديه، بندي لعيب النهارده 60 دقيقه وممكن يكون عندنا ماتش تاني يوم، فممكن ياخد ساعتها ربع ساعة أو نص ساعة بس، وهكذا. والعكس بالعكس، يعني لو اتنين بيلعبوا باك شمال فبنغير 60 30 30 60 عشان خاطر نخلي الريتم كل واحد أو الفترية بتاعته كلها واحدة. ليه؟ لأن أنا لما باخد أجازة وبرجع بعد كده بلعب بالحمل أو بشتغل على الحمل التدريبي بتاعي بشتغل بشكل طبيعي جدا، فالناس كلها ببقى عارف إن كله واخد نفس الحمل التدريبي على الفترات المتقاربة اللي فاتت، وبعد كده ببتدي أشتغل على نظام الأسبوع زي ما أنا هبتدي أشتغل إن شاء الله من بعد مباراة سيراميكا لمباراة الوداد. فده طبعا بيأثر بدنيا جامد جدا لو أنت بتبقى حاسب النقاط دي، طبعا بغض النظر عن الأسباب التكتيكية زي ما أنت قلتها، لكن هي طبعا بتبقى محسوبة، مش ببقى بقول أنا هنزل ده في الدقيقة 60 أو ده في الدقيقة 70 أو ده 50، لا انت بتبقى حاسب كل واحد. بالاضافه كمان بيبقى فيها كمان نوع من انواع بقى انا محتاج ايه من الماتش دلوقتي، لان انا لما باجي اخرج ما ينفعش ان انا اخرج كل العناصر اللي ممكن تخل بالنظام، ولو ان زي ما احنا قلنا الفريق كله بقى الحمد لله ما شاء الله داخل في نفس السيمتريه، الحمد لله نفس السيستم، بيأدي بنفس الجوده زي ما احنا قلنا. طبعا هتبقى في فروقات فرديه ما بين كل اللعيبه، لان مش كل اللعيبه زي بعض، ده حتى ربنا سبحانه وتعالى يعني ما خلقناش كلنا زي بعض، لكن كل واحد بيشتغل طبقا للسيستم طبقا لقدراته. وانا عن نفسي انا ببقى مستمتع وببقى قاعد مطمن جدا. انت لو خلي بالك اللي بيخلي جماهير الاهلي مطمنه دلوقتي ايه؟ انك انت وانت بتتفرج على الماتش حتى لما بيبقى فيه استحواذ سلبي، هو مش استحواذ عرضي، لا انت هتلاقي ما بين كل 15 ثانيه في تمريره بتتضرب في العمق، اكيد في عمق خط الوسط او على حدود منطقه الجزاء وبترجع تاني. بس انت معنى كده انك انت اللعيبه بتتحرك اسرع، اللعيبه عارفه اماكنها، التوقيتات الربط ما بين خط الدفاع وخط الوسط بيبقى ممتاز جدا، وبالتالي بيبقى شكلك بيبقى كويس وما بيبقاش عندك قلق خالص ان الجونين يجوا في الشوط الاولاني زي ما حصل في مباراه انبي، او ان الجونين يجوا في الشوط الثاني زي ما حصل في مباراه طلائع الجيش باذن الله. أيمن أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتحليل الأداء الرائع للفترة الحالية اللي فيها الأهلي، ويا رب بإذن الله تكون النتائج فيها أمور إيجابية أكتر كمان في الفترة الجاية، احنا داخلين على حسم بطولات سواء إفريقيا أو حتى الدوري في الفترة اللي جاية، الجهود دي كلها أكيد لازم بقى تصفر في النهاية عن بطولة كبيرة إن شاء الله.